يعني اخبار كتير كالعاده، اخبار بتخص النادي الاهلي، وانا عارف ان الفتره دي اهتمام كبير جدا جدا باخبار النادي الاهلي، سواء فيما يتعلق بمعسكر الفريق هناك في اسبانيا اللي خلاص قرب على النهايه، وفي مباراه وديه مهمه جدا بكره بالنسبه للنادي الاهلي في اطار المباريات الوديه اللي قضى هناك في اسبانيا، وكمان الشغل الشاغل خلال الفتره دي ايضا موضوع الصفقات وتعاقدات النادي الاهلي. لكن احنا لازم نطمن حضراتكم ان اكيد ان شاء الله باذن الله هيكون في صفقات مهمه جدا للنادي الاهلي خلال ايام قليله وربما ساعات قليله. طبيعي جدا طبيعي جدا قناه النادي الاهلي ما بتعلنش عن اي صفقه غير لما يتم الاعلان عنها رسميا من قبل النادي، وان خلاص كل الاجراءات تنتهي. بمجرد ما اي اجراءات خاصه باي صفقه تنتهي باذن الله باذن الله قناه النادي الموقع الرسمي كل ما يتعلق بالنادي الاهلي هيتم الاعلان من خلالهم بشكل رسمي، وده دورنا في الحقيقه ولازم نعمل كده، يعني غير كده ما ينفعش. فاللي نقدر نقوله لحضراتكم نطمنه بشكل كبير جدا، ملف التعاقدات والصفقات ده النادي الاهلي ماشي فيه بشكل مميز، واحنا عارفين النادي الاهلي بيلبي احتياجات الفريق واحتياجات المدير الفني على مدار تاريخ النادي الاهلي، هو ده السيستم بتاعه، هو ده النظام اللي ماشي فيه من خلال الصفقات والتعاقدات. فان شاء الله باذن الله هيكون في اخبار سعيده قريبا جدا. خلينا بقى نبتدي باخبار المعسكر هناك ايه. النهارده الفريق عنده تدريبات او كان عنده مران صباحي ومران كمان في هذه اللحظات، وانا بكلم حضراتكم هيبتدي تقريبا او ابتدى خلاص هناك في اسبانيا في معسكر الفريق في مدينه أليكانتي، ومعسكر حتى الان بصراحه كده ناجح جدا جدا جدا. كل ما يتمناه الجهاز الفني واللاعبون من خلال فتره للاستعداد بشكل قوي كان متوافر بشكل كبير خلال المعسكر الحالي. الفريق بيستعد من خلال تدريبات صباحيه وتدريبات مسائيه، مفيش تغيير في هذه الجزئيه، بقى لهم يومين ثلاثه بيتمرنوا بالطريقه دي، ده طبعا طبقا للرؤيه الفنيه والرؤيه البدنيه الخاصه سواء مستر لاسارتي او مستر أليخاندرو مخطط الاحمال. فبالتالي استعدادات كلها مكثفه وقويه جدا من قبل لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني. أليخاندرو طبعا مخطط الاحمال كان وضع برنامج بدنيا مكثفا جدا للاستعداد لخوض مباراه اوكا الاسباني الوديه غدا ان شاء الله الاثنين على ملعب بيناترا ارينا في ثالث اللقاءات الوديه بالمعسكر، وده اخر لقاء ودي للنادي الاهلي. احنا عارفين الفتره الجايه عندنا ايه، عندنا ماتشين مهمين جدا، ماتش المقاولين وماتش الزمالك، وماتشين دول حاسمين جدا جدا في بطوله الدوري، ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في الماتشين دول. من ضمن كمان الاخبار مستر لاسارتي بيعقد جلسه مع الرباعي الدولي فور انضمامهم للمعسكر، واحنا عارفين خلاص امبارح انضم لمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا كل من محمد الشناوي، وليد سليمان، ايمن اشرف، ومروان محسن، خلاص انضموا بشكل رسمي للمعسكر امبارح، والنهارده كان اول تدريب ليه، وهقول لكم التفاصيل بتاعتهم بالتحديد فيما يتعلق بالتدريب. لكن النهارده كان ايضا في اجتماع من مستر لاسارتي مع هؤلاء اللاعبين اللي هم بالتحديد الرباعي الدولي، واتكلم معاهم على اهميه المرحله الجايه، واكيد كان ليه كلام نفسي شويه بالنسبه للاعبين، خصوصا بعد الخروج المبكر جدا لمنتخب مصر، هم لاعبين دوليين فاكيد تاثروا نفسيا بهذا الخروج، فكلام اكيد كان نفسي من قبل مستر لاسارتي، وكلام ايضا بخصوص الفترة الجاية المهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي عشان في حسم بإذن الله لبطولة الدوري، وعندك بطولة كأس مصر، وعندك الدوري الجديد، يعني عندك مرحلة مهمة جدا جدا. فده كان الاجتماع الخاص أو الجلسة الخاصة ما بين مستر لاسارتي المدير الفني ورباعي النادي الأهلي الدولي. بخصوص بقى الرباعي وأخبارهم في التدريبات إيه؟ النهاردة شارك في المران الصباحي بشكل طبيعي جدا وليد سليمان فقط، وخصوصا ان هو جاهز للمشاركه في التدريبات بشكل طبيعي، لكن في المقابل لعيبه النادي الاهلي الباقيين سواء محمد الشناوي، ايمن اشرف، مروان محسن كان ليهم تدريبات استشفائيه، وخصوصا ان هم عندهم بعض من الاجهاد، وخصوصا ان هم كانوا اساسي في المباريات الاربعه لمنتخب مصر وبطوله الامم الافريقيه، فممكن يكون عندهم اجهاد نوعا ما، وخصوصا البطوله كانت قويه ومستوانا كان وحش جدا طبعا كمنتخب يعني، لكن في كل الاحوال اكيد هم تعبوا بدنيا من خلال المباريات دي، وضغط كمان كان كبير جدا على الكل في الحقيقه، فبالتالي هم ما شاركوش في التدريبات خالص، كان ليهم بعض التدريبات الاستشفائيه البسيطه كده وفحص طبي كمان ليهم عشان يتم الاطمئنان عليهم بشكل كبير قوي، ويعني كان ليهم يعتبر راحه النهارده بالتحديد محمد الشناوي وايمن اشرف ومروان محسن، لكن اللي شارك في التدريبات بشكل طبيعي خالص هو وليد سليمان. في المقابل فيما يتعلق بوليد ازارو نجم هجوم النادي الاهلي النهارده بينتظم في التدريبات الجماعيه، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق
كان قال ان وليد ازارو غاب عن المران بالامس مش عشان اصابه ولا حاجه، كان الموضوع كله متعلق باجهاد بسيط بالنسبه للاعب، لكن النهارده شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا جدا، ووليد ازارو احد اللاعبين المميزين في صفوف النادي الاهلي بكل تاكيد. في المقابل بيتم الاطمئنان على نجم من نجوم النادي الاهلي وهو سعد سمير اللي كان عنده يعني جراحه بسيطه جدا، او كان عنده اصابه مش جراحه، يعني عباره عن جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبه وقطع جزء كمان في الرباط الصليبي الخلفي، الكلام ده من فتره وهو اكيد بيعالج من هذه الاصابه، وكمان خليني اقول لحضراتكم ان هو متواجد في الفتره دي هناك في المانيا وبيتم التعافي بالنسبة لسعد سمير من هذه الإصابة من خلال بعض البرامج العلاجية من تحت إشراف طبعا الطبيب الألماني المعروف يعني بالتنسيق مع طبيب النادي الأهلي، وكمان أكيد ليه تدريبات تأهيلية معينة عشان يشفى تماما من هذه الإصابة ومن ثم يلحق بتدريبات النادي الأهلي الجماعية. أعتقد يعني قدامه سعد سمير بالضبط شهر بالكثير إن شاء الله يكون متواجد في التدريبات الجماعية بالنسبة للنادي الأهلي، في تواصل مستمر من الجهاز الفني مستر لاسارتي كابتن سيد عفيز دكتور خالد محمود مع سعد ومتابعين حالته أول بأول هناك فين في ألمانيا.